اولا طيب انا أو كان كيعجبني كنساهم في حالة التظاهرات وهذا الملتقى الجهوي للتربيه الاول في, في دورته الاولى كأم عندي طفل وكيدرس فكيهمني نعرف شنو هو المبادئ ديالو والتوجهات ديالو قالت لي لا ميتريس ديالو ديالي ديالو باردون قالت لي علمي تجبي الماما هذا الشيء ما كيرجعش لي انا ان شاء الله مع المستقبل غادي نعرفه ونقول لكم لا انا اي حاجه غادي يديرها ولدي غنكون سعيده به المهم هو يكون مرتاح قريبا ان شاء الله سمحوا لي بزاف تعطلت عليكم ولكن دائما ملي كنتعطل نزل العمل اللي كيعجب الجمهور هذه المره شويه كانت القضيه حساسه لانه كانت سنوات الاولى ديال الابن ديالي كان لازم نكون معاه في تربية دياله والحمد لله دابا هو دخل ليكول ودابا في مويان سيكسيون ونقدروا نعاودوا نباشروا في الاعمال الفنيه ان شاء الله شكرا آه آه لا هي هي في الاخر ملي كتكون المراه ما عطاتش لو نيسيسير لولدها في الاول في السنوات الاولى اللي هي مهمه جدا في حياه الطفل آه كيكون مشتت ما من بعد هذا باش كيبان يعني في المستقبل واش كيبان واش كانت الام حاضره ولا ما كانتش حاضره أه في الاول ما كيكونش شي باين فهمتي يعني هي تقدر تخدم وتقدر دير اعمالها عادي لانه الولد راه ما غاديش يتحكم فيها ويقول لها فين كنت يا ماما ولكن من بعد هو تكون تبرمج او تبروغرام على ان امه ما كانتش معاه في لحظات اللي ممكن ما كان ولادنا تيمرضوا لينا في الليل ولادنا كيبغيو الاحضان ديالنا ولادنا تيبغيونا نخرجوهم ويكون عندهم واحد واحد البرنامج مثلا اسبوعي أه ما غادي نخرجوا اليوم والسيمانه الجايه ما نخرجوش دونك كيوقع لي بحال ان ديزيكيليبر فهاد الامور ما بغاتش توقع والحمد لله انه دابا عرف عرف شنو كيبغي عرف شنو ما كيبغيش عرف ماما في امتى كتخدم امتى كتكون في الدار دونك إيه. <applause> هادشي اللي كاين واجمالا انا ملي كنت مع روتانا وحتى دابا كنغني اي اغنيه عجبتني استاذ إحنا الاصوات المغربيه الحمد لله معروفين اننا كنتقنوا اي لهجه وكنعرفوا نغنيوا اي لون ما عندناش هذا المشكل فاحنا كنتمناو وكنطمحوا اننا نطيحوا في اغنيه زوينه لانه الجمهور العربي واحد آه الحمد لله الانترنت او هذا آه هذا الانفتاح التكنولوجي آه ما بقاش عائق فاي لهجه ولات مفهومه زمان انا كنت كنقول لهم اغنيه مغربيه تيقول لي اجني الاغنيه المغربيه ملي طرحت اول البوم قلت لهم راه كاين عندنا فن تاع حنايا ومعروفين به عربيا ولكن آه ما, ما حاضرش معكم بقوه وتم طرح اغنيه بغيتو ولا كرهتو ما تفكرنيش وشوفي اليوم الاغنيه المغربيه فين كاينه صافي بليزير لا لا حنا التليفون عندنا بالنسبه للفارس شي حاجه ممنوعه يعني الا عطينا التليفون تنعطيه مثلا واحد السويعه بحال هكاك في الاسبوع آه انه ما عندوش اصلا الوقت آه بالنسبه لي انا تعجبني الكتب فيزيك يعني هكا ملموسه الاوراق كنقرا بزاف ديال الكتوبه الحمد لله وفي وقت الفراغ ما يمكنش ما نقراش لانه كتبقاي في لاكтуаليتي كتعرفي شي, شي شي معلومه جديده كتستافدي على شي مهنه جديده دونك uh, القرايه شي حاجه مهمه بزاف اول كت كديري لا ميساجور لعقلك شويه <applause> كنحبكم بزاف وحتى انا توحشتكم بزاف وتسناوني قريبا جدا ودعيو معايا بزاف 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 اي لوف يو باي